الكابتن محمود العزاوي مدير شركة جمهور الكروب الذي مثل المنتخب الوطني العراقي وبطولة آسيا وبطولة عالم وبطولة أندلسي ورفع العلم العراقي مع المنتخب الوطني العراقي. حيوا معنا البطل ملك أندلس بن العراق الكابتن محمود العزاوي. تصفيق يا ولد تصفيق. تصفيق محمد العزاوي ويتشرف في محافظة أربيل محافظة سوران يقدم عرض تحفيزي لأبطال الفيزيك. شغل موسيقى حرة لأبطال الفيزيك. محمود العزاوي الملقب بجيرمي العراق. حيا الله الكابتن البطل العالمي والآسيوي وبطل العراق. من الدكتور البطل العالمي